الريادة والأعمال، كان امتحان علينا المحاسبة، كان امتحان سهل جدا يعني. مباشر كل شيء تمام وجدا سهل، ما توقعناش انه يجي سهل هالقد يعني. امتحان محاسبه فرع تجاري، الامتحان الحمد لله كان سهل، كانت الاسئله مباشره ما في ولا تعقيد، بس انه ضع دائره التركيز بدها شويه. فرع تجاري والامتحان محاسبه، الامتحان كان سهل وبده شويه تركيز، اسئله مباشره فيش صعوبة. كان علينا امتحان محاسب اليوم فرع التجارة، كان كتير الامتحان سهل الحمد لله، والأسئلة المباشرة وللفك الجميع. فرع رياد وأعمال والامتحان محاسبة والحمد لله، يعني كان متوسط للصعب، يعني في أسئلة كان بدها تركيز، ويعني إن شاء الله الوضع تمام. الرياد والأعمال كان الامتحان محاسبة والامتحان يعني كان سهل، بس فيه يعني كم من لعبة فيه. فرع رياد وأعمال كان علينا اليوم محاسبة، كان كتير الأسئلة من الكتاب ومباشرة وسهلة. فرع الريادة والأعمال كان علينا امتحان محاسبة، والله كان سهل ومتوسط، يعني كل الأسئلة مباشرة من الكتاب يعني كثير سهل الحمد لله، لوفق الجميع إن شاء الله. فرع الريادة والأعمال التجاري الحمد لله كان سهل الامتحان وبالتوفيق للجميع. فرع تجاري الامتحان محاسبة، الامتحان أسئلة من الكتاب مباشرة وسهلة. فرع اليد والأعمال امتحان المحاسبة كان الامتحان سهل جدا، ما توقعنا هيك. امتحان محاسبة الفرع اليد والأعمال كان سهل وبراعي جميع الطلاب مستويات. فرع اليد والأعمال امتحان المحاسبة الامتحان كان الحمد لله سهل كتير، وكل الأسئلة مباشرة يعني من الكتاب. امتحان تاريخ مدرسة جمال عبد الناصر، هو شوفي انه كتير طويل، صياغة الأسئلة مش كتير يعني بايخة، بس يعني اجمالا مش صعب، بس طويل جدا. فرع أدبي الامتحان كان علينا اليوم امتحان تاريخ، الحمد لله كان الامتحان سهل وما فيه ولا أي إشكالية، والحمد لله عدينا هذا الامتحان آخر، وإن شاء الله نتعدل الامتحانات القادمة ونخلص هاي الامتحانات إن شاء الله آخر وسلامة. أدبي وامتحاني كان تاريخ، الأسئلة على فكرة كان ملعوب فيها، خصوصا ضع دائرة كان في شوية دائرات فيها، والأسئلة طويلة وبدها حل كتير، بس يعني ان شاء الله يكون سهل على الطلاب وعلينا. الفرع الادبي اليوم كان علينا امتحان تاريخ، الامتحان كان سهل والاسئله مباشره الحمد لله. الفرع الادبي الامتحان كان تاريخ الحمد لله سهل كثير وما كان في اي صعوبه. امتحان تاريخ كان الامتحان سهل يعني مش صعب وان شاء الله كامل. الفرع الادبي الامتحان اليوم كان عندنا دراسه تاريخيه، الامتحان كان لا سهل ولا صعب، انا بالنسبه لي يعني شفته وسط، بس الحمد لله يعني قدمنا منيح، ان شاء الله كل الامتحانات تكون. فرع ادبي وكان علينا امتحان تاريخ اليوم والحمد لله كان سهل يعني شوي، في شوي شغلات. فرع الادبي امتحان تاريخ الامتحان كان بين السهوله والصعوبه، بس الاغلب انه اصعب كان، شو اسمه الأسئلة مش مباشرة كثير، بس في من الكتاب، بس نوعا ما منيح. فرع التكنولوجي البرمجة والأتمتة امتحان كان كثير صعب، يعني الأسئلة اللي أجت حتى إنه ما أجت في المديرية أو بالمدرسة وهيك، وفي شغلات يعني مش واضحة، وكان حاسين إنه في شغلات فيها أخطاء وهيك، وبعثنا لهم رد وما ردوا علينا.